اليوم امجد ان شاء الله مرتاح من الشغل، لانه ما شاء الله اثنيناتكم شعركم خفيف واثنيناتكم محلقين. والله الاستاذ يدري يمكن احنا راح نجي، بس انت ما تدري مفاجاه. اي والله مفاجاه. اي والله صحيح. زين بس انت 24 ساعه يمكن شعرك خفيف. بالضبط دائما هالشكل يعني بين يوم ويوم لازم ازين. لا والله لازم. زين امجد انت هذا شنو شغلكم يعني؟ هاي يمكن هذول الناس اللي انتم مستفادين من عندهم اللي بين يوم ويوم. هذا يسموه بالخبزه. لا والله يعني هذا لانه هذا بالاسبوع لازم يزين 3 مرات. لو يخلي بالبيت يزينه بهيك يقطع رزقنا، او انا ما يجي يمنا اذا ما عنده ثقه فيجي يمنا احنا نزينه. ما عندك ثقه بالبيت صح؟ لا بس انا ازين نفسي. هو يزين نفسه يعني عنده ثقه بنفسه هو يزين نفسه. انت خربتني كسر الشغل. زين كرومي اليوم شو راح تسوي لامجد؟ هو كرومي واني ابني اسمه كرومي. لا والله. اي والله. وان شاء الله هسه هاليوم راح الوزها طلع فتشي كلش حلو. بيكم اليوم متشرفين احنا بيكم متونسين وياكم، المهم انه انتم مرتاحين ومغيرين جو يعني. قبل شويه ذكر زوجك قال انه احنا يعني نقول هاي كل عائله هي بالالاف وبالملايين موجوده يعني بالملايين قال، فاحنا ما كنا متوقعين انه فطوركم علينا في يوم يدق الباب علينا ويقول فطوركم علينا. شنو كان شعوركم اليوم امها انت اول عائله اجيناكم قبل بيت ابو كرم؟ والله صراحة أنا تفاجأت. زين. من يا موسم أنتي مباوعة البرنامج أمها؟ هو من بداية كان يطلع فطوركم علينا، كان بعد مو المقدمة ويا ست شيماء. بلي بلي يعني تقريبا بالألفين وستة سبعة. إيه. ويعني عن تابع فطوركم علينا. إيه إيه يعني. طقوس رمضانية حلوة بأجواء رمضان، هو فعلا يحسسنا برمضان. إيه. وانتي مكرم اليوم لمن جيناكم الصبح؟ ما كنا مصدقين يعني نقول حلم يعني مو يعني ما كنا متوقعين فد يوم راح يجي الشرقية وتصور عندنا، كنا نقول يعني راح تجي فد يوم وصارت حقيقة والله الحمد لله. لما جيتوا بالموصل شو تتباعوا البرنامج؟ بالموصل اي كنا نطلع، هو احنا يعني الا نطلع الشرقية وقت الفطور. دائما احنا ونفطر يعني نطلع يعني هي ورا الفطور بشوية يطلع البرنامج مال فطوركم علينا. اي والله. اليوم شنو كنتوا تحكون بالكواليس بيناتكم بما انه انتم فطوركم علينا؟ هم قلت لي انه ما متوقع الموضوع، ما مصدق الموضوع. يعني اقول لما يعني اقول حلم يعني مو حقيقة انه فطوركم علينا صار يمنا. زين ام كرم انت بيا منطقه، بيا منطقه اكثر كنتي تتواجدين بالموصل او بها سوق انت تحبي تروحي له، بها اجواء انت تحبيها، بها جيران او بها قرايب واليوم مشتاقه لها؟ والله احنا كنا قاعدين بالزهور اي يعني جيراننا بيت ابو ايمن وجيراننا هم يصير هم قرايب ابو كرم بيت ابو اشرف يسموهم، والله مشتاقين لهم هواي يعني كانت علاقتنا كلش قويه وياهم، دائما نمشي عندهم هم يجون عندنا نعزمهم يعزمونا دائما، والاسواق كنا نمشي لها دائما السيدة الجميله اسواق مشهوره يعني هاي الاسواق ذكرياتك بها. هي دائما كنا نحن كنا نسوق نشتري حتى دكاتره اذا نمشي يعني اي شيء نحتاجه من هنا كنا نمشي. هناك خلصتي؟ اني اي اي من اي. يا مرحله انت واصله بالدراسه؟ سادس اعدادي. وراها تزوجتي لو؟ اي وراها تزوجت وقعدت. زين شلون صارت القسمه انت وابو كرم؟ هي كانت عن علاقه حب لو كانت زواج تقليدي؟ لا زواج تقليدي يعني جو اهله خطبوني ووافقوا اهلي وصار هيك يعني القسمه. اي صارت القسمه. قرايب هم؟ اي قرايب هو يصير ابن خالتي. زين وامها قصه حب لو زواج تقليدي؟ لا لا هم نفس الشيء. نفس الشيء. اي قسمه. قسمه بعد. اي صارت قسمه واي. اللي ما كان انت اكثر مكان تحبيه بالموصل، اجواء تحبيها بالموصل، او احد عندك بالموصل صار لك هواي مشايفته؟ والله هي حي نور تعجبني. اي تعجبني الغابات. غابات اكو هناك؟ صدق انا ما اعرف هذا الموضوع. لا غابات الموصل يعني طيبه هم. شلون يعني هاي الغابات تروحوا لها بين فتره وفتره يعني زياره تروحون نفس ما احنا نروح مدينه العاب او هي متنزهات هيك وغازينوات على الماي دجله
يعني شيء طيب. يعني يسموها غابة بس هي فعلا غابة لو هي قازينو تصير؟ لا لا غابات، غابة غابة يعني. ما تخافون من عدي؟ لا يعني شلون احنا نقعد على المي، الغابات يعني شوية اللي جوا تصير، بس شنو يعني حلوة حلوة. ايه زين ان شاء الله يا رب ترجع ذيك الايام وتروحون لهذه الغابات. زين اريد تحكي لي عن سوق بالموصل، هو اكثر سوق النسوان يحبنه، النسوان اللي يحبنه. احنا يعني عاده النسوان نحب السوق اللي هو يلمنا الصبح، هذا مال سالفه المسواق ونسولف اليوم ايش طبختي واليوم ايش جبتي. اريد اتعرف اكثر على الموصل يعني من خلالكم. والله سوق النبي اكون سرشخانة، اي هاي الاسواق اللي بيها كل شيء، بس كداخل موصل لا، يعني داخل منطقه مثل عندنا اسواق المصطفى، هاي داخل منطقتنا حينون، يعني اكو داخل منطقه وكل شوي يصير مسافه بعيد، فمن اشياء نحتاجها على السريع لا داخل منطقه، بس لاشياء لا يعني نحتاج مثل البسه وهاي لا على سوق النبي او سرشغانه. امها انت عندك موضوع، طبعا الصبح اول ما اجيناكم للبيت حكينا بيه، هم بناتش طبعا بناتها لما جايين هنا الاربيل تاركين سنه او راجعين متاخرين، يعني هي بالرابع راجعه للثالث، فشلون تقبلوا الموضوع؟ يعني بنات صغار احنا نفرح لما يعني لما البنيه لما تعبر من الثالث متوسط بكالوريا تعبر للرابع، هذه عندها مسويه انجاز بحياتها، يعني كل بنيه وحلمها تعبر من سادس ابتدائي ثالث متوسط سادس اعدادي. شلون تقبلوا الموضوع؟ شلون اثر على نفسيتهم اكيد يعني؟ طبعاً. عندك وحده بالثالث كانت؟ لا هي وصلت مرحله سادس ابتدائي وقعدت بالبيت، يعني هي حسب هاي الظروف اللي صارت. والثانيه اول متوسط وظلوا قاعدين بالبيت ما داوموا خلال هاي السنتين او يعني سادس ابتدائي اللي هي بكالوريا. فهسا من جينا الأربيل داومت من السادس ابتدائي على الثالث متوسط. خطيه. يعني هي نجحت للأول؟ هي لازم تكون بالثالث. فما داومت لا أول ولا ثاني. زين شلون؟ والله شلون تدرس؟ والله بالبداية يعني شافت صعوبة، بس الحمد لله يعني مشت هنا، يعني يدرسون يعني تدريس زين. وتمشي بالمدرسة ونشوف. خطيه الله ان شاء الله. وانت يوم كرم اولادك شو؟ نفس الحاله يعني عندي هاي البنيه خطيره صغيره، هي المفروض بالثاني متوسط بس هسه بقت بالسادس، يعني خسرت سنتين خطيره. يعني سنتين خسرت السادس، لازم يعني وزاري تتعدى، ما هسه تتعدى مرحله الوزاري، لازم تاخذ شهاده السادس، فهي المفروض بالثاني. والكبيره خطيه المفروض بالرابع، بقت هي هسه بالثالث لانه اثنين هم وزاري. طيب عندك بس وحده بالمدرسه؟ اثنين هم هسه، وحده خسرت سنه، وحده اللي خسرت سنه سنتين، الصغيره خسرت سنتين اي، والكبيره خسرت سنه. زين الله. طبعا انت دتسال بعض انمار شلون دشهينا على اكيد تشوفون السمك تشوفون يعني احنا صايمين والسمك انا يضعف قدامه. ها اي والله تشمون ريحه السمك والمنظر الحلو، يعني ابو مها وابو كرم دي يسولفون يم السمك وكأنهم طباخين، يعني اليوم داخلين دورة ويا أنمار. هم يعجبهم يعني هاي شغلة الشوي ويقعدون على الواهس. شلون أنت تسوين السمك؟ بيا طريقة يعني تسويه على الفحم المسقوف؟ بالفرن، يعني دائما أسويه بالفرن، أشوي بالفرن. يعني ما بسويه والله بطريقة الفحم، شوية صعبة هي هاي، مو أي واحد يقدر يسويها. مو أي واحد، بس أكو يعني نسويه بالتنور إحنا بالبيت. مو إحنا ما نسوي، ما عندنا يعني تنور فما نسوي يعني، بس بالموصل شلون تسوي؟ والله وين بالفرن. يعني دائما بالفرن نشوي بالفرن الكهربائي. فرن كهربائي. وما عندك طريقه خاصه تسوين بها السمك؟ يعني هكذا مسقوف؟ لا ما اعرف. بس ما تعرفين تسوي مسقوف؟ لا ما مجربه اصلا. زين شوي لما نروح نشوف الاكل يا انمار راح نخليه يعلمك على المسقوف. سووه بالفرن نفس الطريقه. اي بالفرن او تقلاه. يلا امشي خلينا نروح الانمار. انمار ايش تسولف وياهم؟ ايش تعلمهم اليوم؟ دخلهم دور على الطبخ؟ دخلهم دور يحرقون الشقق. زين شوفنا اليوم السمك المسقوف، نريد نعرف طريقته، لانه سالت ام كرم وامها قالوا احنا ما نعرف السمك المسقوف. السمك المسقوف
ما يحتاج شيء. اي بس اذا يسوون بس اذا يسوونه بالشقه فاحترقت الشقه اليوم. صدق؟ بنصحكم لا تعلمون يعني. زين. لو بحكوا العماره كلها. ما في هو يعني ما في شيء صعب بس المشكله. ما في شيء صعب، مشكله بس الموضوع الفحم. هذا الفحم، انواع الفحم هاي. اكو انواع ترى الفحم تعينها انا. الفحم او الحطب مالته اكو انواع، مثل مالت الرمان طعمه يختلف. صدق؟ مالت الزيتون طعمه يختلف. يعني الفحم بطعم طبعا صدور. مثل هسه التكي، دار التكي من نقص ويتيبس ونخليه على النار، شو راح يطلع لنا؟ نجيب هسه عودان دارسين ونشعل احنا وياه الحطب هذا، شو راح ينطي؟ يعطينا نكهه. الدخان راح يروح على الدجاج والسمن، شو راح ينطي؟ ينطي نكهه. فالموضوع مال تز مزقوف مشهور زين. ويا السمك المزقوف انت شو تخلي عاده يعني؟ واكثر شيء اذا مزقوف فنتجنب كل الامور غير الملح، واللي يحبها حامضه شوي لي مندوزي. لا الفحم، الفحم لا، انا الفحم مثلا اليوم عندي هذا الفحم مال تكي اكو يعني عادي، ومال رمان الاثنين موجود، تكي جابونه ورمان، هو صدفه يجيك يعني حسب. الله يعين اللي بالبيت وما عنده شوايه يبقى بس يشهر. انا نزلت من البيت ابو كرم فاجأني اكو تنور. شنو موضوع التنور هذا؟ اكو تنور؟ زين خلينا نشوف الطبق الرئيسي مالتك. اكو تنور تطبخون بالبيت؟ منو يطبخ؟ العفو منو؟ جيران يخبزون والله. منو يخبز؟ جيراننا والله يخبزون، بس دائما ما يخبزون احنا هم ناكل وياهم. كل ما ينطون اي حلو خبز البيت. ماكو مثل زين الطبق الرئيسي طبعا عندنا ببيت مكرم. لما جيناكم قلنا، قال انمار انا عندي طبق رئيسي اليوم. من يتذكر من شنو الطبق الرئيسي؟ والله ما هو اللي يجي هالمكان هذا الحلو ويشوف الناس الطيبه يتذكر بعد شيء. تسلم، اشكرك وجوهكم الطيبه ان شاء الله. انت شنو الموضوع؟ شنو انا والله طبعا ما اتذكر. ما اتذكر ابد لا تسالني، بس ما اتذكر. بس خلينا نبلش. اليوم الطبق الرئيسي عندنا اليوم فيليه بصلصة بيستو. طبعا احنا بمكان اللي موجودين به. مو قلت مكسيكي؟ لا امريكي. اوكي. اي المكسيكي مثلا مال البارحه. اليوم عندنا مثل ما قلنا فيليه، فيليه لحم بصلصة البيستو. صلصة البيستو هي متكونه من النعناع. زين. اليوم احنا المكان اللي نريده ما لقينا الصلصه. زين. فنضاف لنا شغل شغلين. احنا المفروض اليوم بس الفيليه نستعمله وصوص الخضروات اللي قلنا الفاصوليا والزيتون. انا اليوم ايش سويت؟ راح اخمر اللحم بالصوص. هذا شنو اللي خليته عليه؟ صويا صوص، صلصه امريكيه مالحه. خلينا هنا لمده تقريبا فد 3 دقائق. زين. خلينا نملح عليه. المقادير وهي الفيليه، صلصه الصويا. زين. عندنا الحامض. فلفل اسود. اللي هو بلون قميص الحامض. اي. زيتون. زين. فاصوليا خضراء. زبده. هاي الفاصوليا الخضراء سالقها مو؟ مسلوقه ونسلقها. فاليوم راح نحضر الصلصه اول شيء، احنا اليوم قلنا شغله صارت باثنين علينا، لانه بس احنا نقدر نحضر الصلصه. الصلصه تحب زيت الزيتون؟ زين. كميه كلش؟ اول شيء خليته زيت الزيتون، تتعلموها؟ راح نخلي ربع زبده. انتم ما سامعين بهذه الاكله او مره عليكم؟ يوم يتعلم انمار يوميه طبقه راح تتعلمون من عنده يعني. صرنا بشكله. فراح اول ما راح نضيف، احنا عندنا نعناع، كميه النعناع استعملناها 100 غرام. عندنا بصل مهروس هرسته بيدي، وعندنا فلفل اخضر هم مهروس. راح شوفوا حتى البصل بيدي هرسه يعني. ممكن كل الشغلات الموجوده بالسوق، المكونات اللي مكتوبه على العلبه ممكن احنا نسويها. زين. يعني مو صعبه الشيء، ما راح نلقاه ما نقدر نسوي الموضوع. لا نقدر. فاحنا اليوم البصل ايش هي الاشياء اللي مكتوبه على العلبه وتقدر تسويها؟ هوايه. مثلا راح تشتري شيء معلب راح تقرين عليه تعليمات. تقرا التعليمات كيفيه التحضير. ممكن من المقادير تبلش. اذا كان صوص لحم يبلش بالغليان، يعني نفور الشغلات نحضرها، ممكن نحطها بالهراسه بالخلاط ونهرسها ونسويها صوص ونخليها الزبده يعني توابل. هذا كل شيء وخصوصياته. فاحنا اليوم نريد نسوي صلصه بيستو. هذا نعناع؟ هذا نعناع. راح نخلي كميه النعناع اللي قلنا 100 غرام اكثر. هسه انت خليت الزبده وزيت الزيتون و البصل المهروس والفلفل الاخضر وال النعناع. نعناع. راح نخلي ملح. فلفل اسود. جزر. خلينا الجزر اخر. راح ندخل المكونات الباقيه مو بالتدريج. احنا خلصنا هذا الصوص. اي نحضر الصوص احنا. نحط ليمون. هاي تعصر ليمون. يلا اصفر واصفر.
هو ليمون زين للبشرة. البشرة طبعا أنا يعني ما يعني 24 ساعة تلقى ليمون بوجي بالبيت. اليوم يعني سويت ماسك يعني بالليمون هنا يمين. راح نخلي على اللحم. احنا صعملنا فيليه. شنو هو الفيليه بالضبط؟ فيليه قطعة حبل او قطعة لحم هو حشينا عليها. تكون ظهر العجل اغلى قطعة لحم هم يسموها الفيليه. من تسمى فيليه يعني اقوى قطعة. زين انت تعرف شنو عندي موضوع دا اركز عليهم؟ دا اشوف ابو كرم وابو مها مركزين اكثر من ام كرم وامها يعني فاتحين عيونهم بهذا الشكل كنا واقفين فحشينا على موضوع حبهم بالشغله. شوفوا ماني يحبون الطبخات يعني بما انه انت هيك تحبون الطبخات وتحبون تتعلمون تسوون ما هذا ان الشيف دريس يصير احنا مشيف هاي يريدون يصيرون شيف لان لابس احمد تصير مثله لو انت عاجبك هم حكوا علينا قالوا ما تعرفون تطبخون بدنا نتعلم صحيح اي تمام هاي انتهينا تقريبا من الموضوع الصوص هذا سويناه تشوفون ما بقى شيء على الفطور ما بقى شيء على الفطور ان شاء الله اخر فقره الزبده راح نخلي اللحم ننتظر اللحم ينشف من الصوص مالته اللي خليناه ورا ما راح ينشف راح نرجع الصوص زين والفاصوليا والزيتون ونقدم الطبق الله ما ضل شيء على الفطور عمود ما ضل شيء على الفطور راح احضر الفطور زين انا شو راح اسوي راح اقعد انتظر راح نقعد ننتظر الفطور اوكي دقائق ان شاء الله كل شيء يكون جاهز عشت ايدك واحنا ننتظرك على السفره انمار يلا باي باي